عدنا مرة أخرى إلى حوارنا الجميل والرائع مع مستر مانويل جوزيه، والذي تحول يمكن إلى شهادة حب من المصريين ومن لاعبي النادي الأهلي ومن كل جمهور الكرة في مصر للرجل الذي غير شكل الكرة في مصر. ومعايا على التليفون أحد الأصدقاء الشخصيين لمستر مانويل جوزيه، الأستاذ خالد العليلي. أستاذ خالد، مساء الخير دكتور. مساء النور. يعني يمكن الناس كلها متابعة مستر مانويل جوزيه كمدير فني للنادي الأهلي، ماتشات، علاقات مع اللعيبة، لكن مانويل جوزيه الإنسان تقول عليه إيه؟ والله أنا كنت محضر كلام كتير قوي إن أنا أتكلم بيه، بس يعني صعب جدا إن أنا أختزل 12 سنة معرفة للفيلسوف اللي حضرتك قاعد قدامه دلوقتي. هو على المدى الإنساني أو على البعد الإنساني، عبقرية الراجل ده إن هو بيعرف يتعامل مع أي شخص بعقليته وبمنطقه. وأنا الحقيقة يعني لما حضرتك قلت إن هو غير شكل الكورة في مصر، هو فعلا أي متابع للكورة وتاريخ الكورة في مصر يقدر يعرف كويس جدا الكورة كانت عاملة إزاي قبل 2001 والكورة عاملة دلوقتي إزاي. إن كل الفرق دلوقتي عندها الباشن انها تحاول تكسب وانها توصل للبطوله. الكلام ده ما كانش موجود، كان زمان يمكن فرقه ولا اثنين، كان الاهلي طبعا والزمالك احيانا يعني، لكن بقيه الفرق كان همها انها تفضل في الممتاز. لكن الراجل اللي حضرتك قدامه ده هو فعلا غير شكل الكوره في مصر، والناس اللي هي بتتكلم عليه هو عمل ايه؟ لا، هو عمل حاجات كتيره جدا جدا للكوره. طب استاذ خالد، انا عندي اسئله شخصيه ليك. هل مانويل جوزيه كريم ولا بخيل؟ لا، هو عودني ان هو صريح جدا وانا هكون صريح معاه. لا، هو شويه يعني ممكن يكون يعني نص نص، مش كريم قوي يعني. لا بس انا هو حببني في السمك عموما يعني. هو بيحب السمك جدا. وبيحب ايه في الاكل المصري تاني؟ بياكل كشري مثلا، بياكل طعميه، بياكل فول؟ لا ما اعتقدش، بس هو عموما مش اكيل قوي يعني. لكن هو السمك بالنسبه له، لان البرتغال دي عباره عن يعني مدينه ساحليه يعني بلد ساحلي زينا، فهم السمك بالنسبه لهم يعتبر من الاكلات المشهوره جدا، والبكلاو تحديدا يعني. ويا ترى مواعيده مظبوطه لما بيديك ميعاد في خروج في هو الحقيقه انا يعني بما ان انا راجل مانجر وليدر في شغلي، انا برضو احب اقول ان انا اتعلمت منه يعني، مش بس اللعيبه الحقيقه اللي اتعلمت، لكن هو علمني انا على المستوى المهني ازاي الليدر يكون فعلا عنده امكانيه اداره اعمال بشكل كبير واداره الناس اللي هم شغالين معاه. طبعا مواعيد دي لازم يكون هو يعني شاط جدا جدا في مواعيده، ولازم تبقى انت قبل الميعاد بفتره طويله، عشان مش ممكن حد بالقيمه دي ان هو ينتظر مثلا وانا اكون جاي بعديها. اشكرك استاذ خالد. مستر مانويل جوزيه، حلقتنا انتهت، فاضل لي سؤالين بس. سؤال اساله لحضرتك وبعدين فاصل وبعدين السؤال الاخير. السؤال ده، هل كان في أي يوم لابن حضرتك أي علاقة مع النادي الأهلي، سواء لعيبة أو مش لعيبة؟ لأنه كان بعض الناس قالت إنه ابن مانويل جوزيه بيبقى سمسار لاعبين وبيجيب لاعبين. هو فعلا وكيل لاعبين. أنا كتب الرسالة. بس ما كانش عنده أي علاقات خالص في النادي. سابو مكوزا كرياضة. عارف حاجة فضولية؟ هو في البرتغال. هو في البرتغال. Para além de as pessoas na rua. في ناس. طبعا جنت ممكن يس تم بينا. هناك بس هناك برضه ناس عارفاها مش بس هنا. Na rua as pessoas. في الشارع الناس. بيسلموا عليه وبيقولوا له. Gosto de si não só por você é um bom treinador. بيحبوك مش بس عشان أنت مدرب كويس. Gosto de si por você é um homem. ان انت كمان عشان انسان اونست نزيه، ما عندكش خوف من اي حاجه وبتقول اللي انت بتفكر فيه دايما. اونست انسان نزيه. Eu não treinei a seleção de Portugal. هو ما دربش منتخب البرتغال. Três vezes tiraram-me da seleção. ثلاث مرات شالوا من المنتخب. Porque nunca me deixei corromper.
لأنه عمره ما كان بيسمح بأي أي أي فساد وعمره ما قبل أي سنت زيادة من أي حد. هنا بيقولوا عليه إنه فاسد بيكسب فلوس عن طريق فابيو جونيور وضرب لاعبين دوليين في كل دول العالم ويكسب دلوقتي يقولوا يكسب فلوس من فابيو جونيور وبيقولوا إنه ابنه كان وكيل فابيو جونيور. الحاجات اللي بتتقال دي كلها عنده هنا ورقة كتابها.